شوف بقى هدايا، بطلي عياط. كمان بليز. هي دي اخرتها؟ يتجوز عناي بعد كل اللي عملته معاه؟ هي دي اخرة خدمتي ليه؟ والله يا هدية الكبير معذور برضو. جوني هتقول ايه؟ سوري هي هدية دي كانت مخلياه عايز حاجة. انا والله مش قصدي هدية، انا قصدي التشيك التانية. قصدك ايه يا جوني؟ خلاص I'll zip my mouth. Good for you. انا خابرة انها حلوة وغندورة وتروح عليها راجل، بس مش هي دي المشكلة. انا مشكلتي اني لسه بحبه ومستحملش اشوف حد مشاركني فيه. بجد انت سو كيوت يا هدية. ربنا يستر عرضك. بقول لك ايه، لو ما كانش فيها رزالة يعني ممكن اقعد احداك لحد الصبح، عشان ما ينفعش اروح دار ابوي دلوقتي في نصاص الليالي كده. Are you crazy؟ هتروحي to your dad تعملي عنده ايه اصلا؟ ممكن تفهميني؟ امال يعني اقعد هنا وشي في وشي اللي ما تتسماش؟ ايوه طبعا، تقعدي وترخمي وتغتتي لحد ما تطفشيها او تزهقي كبير. لا انا ما اقعدش ابدا وليا ضره في البيت. لا يا هدية، الست الشاطره هي اللي تخلي جوزها قاعد جنبها، مش تخلي اي واحده كده تيجي تاخده من جنبها وتمشي. ماشي. هي راحه فين؟ هرخم وغتت لحد ما اطفش العقربه دي. اشلي نايس قوي اللي انت قلتيه الهديه ده، انا عمري ما كنت اتصور انك ممكن تفكري بالطريقه دي. ما انا كان لازم اقول لها كده يا جماعه، ما انتوا عارفين ما بعرفش انام وحد جنبي. مساء الخير يا كبير. مساء الشيكليطه. ده انت الجلابيه هتاكل منك حتى. ميرسي. تفضلي. ميرسي. تسلم يدك. كل دي يا كبير هتعجبك قوي. الكبير ما بيحبش الصدر، الكبير بيحب الورك. الورك برضك يعني حلو يعني؟ انتوا ما عملتوش رقاق النهارده ولا ايه؟ ما هو قدامك اهو يا كبير. لا يا كبير ما تاكلش من دي، دي كلها كوليسترول وممكن تضر بصحتك. ما هو بياكل منه طول عمره وزي الحصان قدامك اهو. كل يا كبير بلا كوليسترول بلا هم. مساء الخير. مساء الربراب على نفوخك. ايه اللي جابه دي؟ مساء النور يا سيجوني. نيكول جاهزه؟ الحفله خلاص قربت. حفله ايه يا حلتها؟ انت عاوز مرات اخوك تغني ولا ايه؟ يعني ايه؟ في اتفاق مدين كونتراكت. الكونتراكت وديحت بالله وتمسح بيه لمؤاخذه قفاك. ولا انت ايه قولك؟ اللي تشوفه يا كبير. كام داون جوني، العصبية مش كويسة عشانك. ما تهدى بقى، خلينا نعرف نفكر كويس. هنعمل ايه؟ ما تقلقش يا معلم، الحفلة هتتعامل في ميعادها. هاو كام؟ الكبير مسيطر عليها جدي، والغريب ان انا ماشي ورا كلامه. جوني احنا ماضيين عقد، يعني في شرط جزائي ومحاكم وقضايا. بقولك ايه؟ انا هكلم مدير اعمالها عشان يتصرف معاها، ملناش فيه بقى. الحفله هتتعمل في ميعادها يعني هتتعمل في ميعادها. كنت عايز تدردش معايا في ايه بقى يا طبيب؟ كنت عايز اسالك انت ليه اتضايقت لما عرفت ان حنان هتشتغل معاك؟ They always seem really great because there's never. ونبقى في الصين حيث احتفل السكان في مناطق مختلفة بعيد سنوات. ايه الدلع ده؟ فشار جبتيه منين دي؟ ده احنا ما بنشوفوش غير في الموالد، هو واللذيذ ده. شو يعني لذيذ؟ دي حلويات صعيدية عندنا هنا، لونها برتقاني وقد قالب طوبك ده، تندخيها تلزق بسك في البق. بقى اجيب لك منين؟ ما فهمت شيء، بسيطة. جبت لك معي فيلم كثير حلو نتفرج عليه سوا. فيلم ايه ده؟ هيدا فيلم رومانسي اسمه سويت نوفمبر، شفته قبل؟ ده بتاع سيلفستر ستالوني. لك لا شو سيلفستر، هيدا اللي كيانو ريفز وشارلي ستيرون. كيانو ريفز؟ ده بتاع ماتريكس. والفيلم ده حلو على كده؟ حلو بس اخره حزين شوي. اموت في الحزن، اديني في الحزن. All I ever wanna know.
يلا قلوا السجاجيد والعفش عشان هنسيق الدوار كله. شكلنا مش هنقعد براحتنا في الدوار النهاردة. بكرة الصبح أول ما نصح من النوم هفسحك فسيحة زينة قوي. هنطلع من أول النهار ما نعودوش إلا آخره. ندخلها الشويري معنا. إيه هتقعدوا تتودودوا بديه الليل كله؟ يلا اطلعوا على فوق عندنا شغل كتير. ما تدودودود عم بظبط. يا حبيبي اهدى علينا شوي، لشو كل هالعصبيه؟ روجيه انت مش مقدر حجم المشكله. انا بقيت النيو عمده، ما ينفعش اول حاجه اوعد بيها اهل الكونتري بتاعتي تفكس كده. ده غير ان احنا عملنا ساوند سيستم وعزمنا اهل البلد كلهم. شوف لي اي حل تاني غير ان الحكايه دي تفكس. شوف لي اي حل. لك خي روق روق. يعني ايه؟ يعني الصبيه ما بدها تغني. يا خي اعتبرها تعبانه مرضانه اي شيء. مرضانه ازاي؟ ما هي قاعده زي القرده قدامك اهي. خلي بالك احنا ماضيين عقد، والعقد فيه شرط جزائي. لو الحفله ما اتعملتش هتدفعوا الشرط الجزائي. شرط جزائي شو حبيبي؟ كنتراته جايبي ما في شيء. معقوله يا روزي ما شربتش حاجه لغايه دلوقتي؟ او ما اجيب لك بقى حاجه تشرب؟ ايه ده؟ ايه تصدق فعلا ما فيهوش شرط جزائي؟ انت هتستعبط يلا؟ انت عايز تقول انك مضيت العقد من غير ما تقراه؟ ما هو ما في شرط جزائي. الصبيه جاي تغني كومبليمون يعني من غير مصاري، وما بدها تغني. غني لك انا. اوف 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 اوف. ما حلو؟ حلو حلو. شوف لي حل في موضوع نيكول بقى. اخي حل من وين؟ شو اعمل حل؟ اقول لك شيء؟ بطلع برقص. يا عم انت ليه حاشر نفسك في الموضوع؟ انت فاكر نفسك في ستار اكاديمي هنا؟ فوق يا روجيه فوق. نيكول لو اتجوزت الجحش ده احلامك في الرقص والغنى هتطير. هتشتغل اوراداتي. اشوفك بقى في ناشونال جيوغرافيك. وان بريك ماي هارت سي يو لاف مي اجيت. وان بريك ماي. واه 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 واه. فين الخلقات؟ يا هديه. ايه فين الخلقات؟ في الغسيل. كل الخلقات؟ كلها في الغسيل. ليه؟ اصلي لقيت عته في الدولاب. وحتنشف ميته العده؟ الخلقات يا كوميديا. قدامك البكره الصبح يا من يعيش. امشي نجري هاتي لي اي جلابيه ولا اي ربراب البسه. ما فيش. واه يعني عزالي تدل الدوار كده كيف رقاص البليه؟ خلقاتك كلها يا على الحبل يا في الغساله. قد قلبي العته في الدولاب عن هزره خميرة عكننا. ايه ده؟ ايه اللي ملبسك كده يا كبير؟ قصدك ايه اللي مقلعني؟ البت هديه الله يجازيها غسلت كل الخلقات. يعني ايه؟ طب وهتنزل بايه وانت خارج؟ والله ما باينش فيها نزول النهارده. لا بقى انت وعدتني ان احنا هنخرج. والله على عيني على عيني. بس اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا عندي فكره. ايه رايك لو تستلف هدوم من اخوك جوني؟ باه استحاله. ده انا اتدرس في البلد. ده انا عندي البس غازيه وامسك صدات احسن لي. ليه يعني؟ انا مش فاهم. ده حتى جوني لبسه ستايلش جدا. بتسمي لبس الخنافس ده ستايلش؟ مالها الجلابيه؟ الواحد من يوم ما انسلت من بطن امه وهو لابس جلابيه تديك هيبه. يعني ايه؟ عايز تفهمني ان احنا يوم خطوبتنا هتلبس جلابيه؟ لا طبعا. انا هلبس فوقيها عبايه صوف انجليزي معتبره. جلابيه ايه ولا عبايه ايه بس؟ طبعا مش هينفع. انت مش عارف ان اليوم ده هيبقى مليان صحفيين ونجوم؟ دي صورنا هتنزل في كل الجرايد. انت هتلبس بدله وبراند كمان. لا بدلتي ما تعودتش على كده. طب ولو قلت لك عشان خاطر ايه؟ عشان خاطري يعني. داني عشان خاطرك البس ميول. بجد يا كبير؟ ما كنتش عارف ان انا خاطري عندك كبير قوي كده. ده مش خاطرك بس اللي كبير، ده كمان ايه يا كبير اللي مقعدك في السكه كده بغياراتك الداخليه؟ البجاحه ايه اللي مقعداني هنا وكده؟ شوفي انا اروح ادعبس في الخلقات، اول ما القى حاجه نشفت هلبسها وتلك طوالي. وان بيرك ماي هارت سي يو لاف مي اجين.
خلاص محدش هيحترمني في الكونتري دي تاني خالص. اقول لهم ايه؟ اقول لهم عملت لكم حفله بمناسبه ان بقيت النيو عمده والمطربه حلقت لي. فعلا يا جوني منظرك بقى زباله. يا ريتني كنت جبت إلتون جون ولا جاي زي. خلاص بقى يا جوني اللي حصل حصل. خلينا دلوقتي نفكر هنقول ايه لاهل البلد. طب ما تيجي نصالحهم نعزمهم على مارشميلو دوناتس اي سويتس. اهل البلد مقدور عليهم، المشكله في الناس التانيين. الناس التانيين؟ الناس اللي حوالين البلدان اللي حوالينا. يعني ايه مش فاهم؟ انت عملت ايه يا توماس؟ معلم انا ما عملتش اي حاجه، انا عزمت اهل البلد وطبعت كام تذكره كده بعتهم لاربع بلدان حوالينا. سن اوف او ماي جاد. ما جوني انا ما كنتش اعرف، يعني انا كنت ايش عرفني انها هتروح تتجوز الكبير وتحب وتغلي لنا الحفله. بليز ما تعملش حاجه تانية من غير ما ترجع لي. اوكي جات لي بقى حاجه. شرب.